السيدة أم أدم تتفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك أنا جوزي من الشخصيات اللي هي مبذرة شوية كمصاريف في البيت أو برا البيت، أو ممكن اللي هو ما يعملش حساب للزمن خالص، وما باجي أتكلم معاه في الموضوع ده بيقول لي أصل الدنيا مش مستاهلة والحياة قصيرة وإحنا نجيب كل حاجة، ويعني ويجي علينا أوقات لدرجة إحنا ممكن ما يبقاش معانا حاجة إن إحنا نكمل بقيت يعني في حياتنا أو كده. فأنا بسأل حضرتك يا شيخ، لو أنا مثلا عندي فلوس من مصروف البيت أو حاجة في بيتي أو لولادي خاصة بي أو كده من وراه، ولو جه احتاجها في مرة يعني إن أنا أديها له على أساس إن هي سلف من بره أو كده، على أساس إن أنا أخليه يحس شوية بالمسؤولية، ده مش عارفة أعمل معايا يا شيخ. أنا نفسي إن هو يبطل كده، يعني من وجهة نظر حضرتك أعمل إيه؟ طيب أنتوا دلوقتي مختلفين في تصوركم عن الحياة. هو متصور ان الحياة ان على الناس اللي بتقولوا الكلام الدارج ما بين الناس، اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، ودوت لو وصل الى حد التبذير والى حد الاسراف لا ده صاحبه بيقع في المعصية. انت ممكن عايزاه يدخر، ممكن ما يكونش بيبذر، ممكن يكون هو بيحاول بقدر الامكان ان هو يسعد اولاده من وجهة نظره. هي الدنيا محتاجه ان احنا نضيع على اولادنا ايه؟ فنقول له لا، ايه اللي حاصل؟ خذ من فراغك لشغلك ومن صحتك لمرضك. يبقى حضره النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا ناخد بالنا، وخاصه ان حضره النبي صلى الله عليه وسلم بابي وامي هو نفسه ادخر، فكان يدخر قوت سنته. فاذا كنت انت بتعاني، يعني ايه بتعاني؟ انت عندك احتياجات بسبب التبذير ده بيجي في لحظه من اللحظات، بيتك يختل. يعني ايه اللي حصل؟ هو انفق فلوس الشهر كلها، وجينا في شهر وجينا في يوم 20 يوم 15 يوم 8 يوم 22 ومفيش فلوس في البيت عشان هو صرف كل الفلوس. اذا كان ده يحصل لك ان تدخري بعض الاموال لحاجه البيت، لحاجتك وحاجه البيت، لان حضره النبي صلى الله عليه وسلم اجاز للمراه ان تاخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف، يعني يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف. يعني ايه بالمعروف؟ بالمستوى الاجتماعي اللي هم عايشين فيه، بالاحتياجات اللي هم عايشين فيها، بقيمة الزمن والحاله اللي هم فيها، تمام كده. اما وانه لو كان يكفيكم وانت مش عاجبك تصوره عن الحياه، لا مش من حقك تاخدي فلوس من وراه. يبقى تاني، لو كان بيكفيكم وانتوا ما عندكمش ازمات ماليه، مش من حق حضرتك تاخذي من وراه. لكن نفترض ان هو اسرف وبذر وبعدين اتزنقتوا وحصلت لكم ازمات ماليه، لا ساعتها انت محتاجه ان انت تدخري ما يكفيكي وولدك، ولكن بالمعروف.